ايه رايك بقى في الملخصات ديت؟ طب ما انت كويس اهو، شفت بقى لما ركزت كام يوم بقيت فاهم اكتر مني ازاي؟ مش بقولك ده انا واد عاجبك ومفتح قوي. لا صحيح يا رامي، لما انت فاهم كده وقادر ايه اللي خلاك تضيع كل الوقت ده من حياتك؟ يعني قلت اما نتخرج هناخد ايه؟ يا سلام، طب وايه اللي جد؟ لما هتتخرج دلوقتي هتاخد ايه؟ زهقت قلت اخلص بقى. عموما الحمد لله انك فقت لنفسك، بس اموت واعرف ايه اللي غيرك. ساعات يا دنيا الواحد لما تضيع منه حاجة بيحبها قوي يقوم يرجع حساباته كلها. وانت خسرت ايه يا طارق؟ خسرت كتير، مش عايز افكر. خلاص انت هتمثل لي، خلينا في المذاكرة احسن. لا وحياة ابوكي، انت مش لسه قايلة ان انا ابتديت افهم اكتر منك؟ يلا قومي بينا نروش بقى. انت ايه يا اخي، مش هتتغير ابدا؟ طب بذمتك لو اتغيرت هتفضلي تحبيني؟ طبعا لا. لا
لا لا لا لا ارجوك يا رامي بلاش نتكلم في مواضيع الحب دي تاني. الله يخليك. الله. طب ليه يا حبيبتي؟ مش عايزه اتجرح تاني. بس انا خدني على قد عقلي. نص الخلق اللي حواليك دول زيك مش انت لوحدك. انا عارف محدش هيصدق اني ما عملتش حاجه. كل اللي متربيين حوالينك دول ما عملوش حاجه بس انت اصلك العلانياتك. طمن انا ابتديت اتعلم بعد اللي حصل لي بس يا خساره ابتديت متاخر قوي. العمليه مش ظلم وعك زي ما انت فاهم. لا 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 دي سبوبه ولقمه عيش. اللي بيدخل السجن ده بيدخله عشان في واحد بره باع وعمل من ورا لقمه عيش. في ناس بتتباع عشان عملت حاجات وفي ناس بتتباع عشان ما عملتش حاجه وفي نوع تالت بقى ده بيتباع علشان اكراميه بقشيش. بقشيش كادو يعني. كان عندك الست قريبة مراتك دي باعتك كادو لواحد بره باعك واكيد وراها لقمة عيش. عندك حق. طب وانت عملت حاجة ولا زي ما عملتش؟ ما بجيبش عليك يا صاحبي عملت. ومين اللي باعك؟ اللي باعني هو الكبير قوي اللي بياكله النار ولعة. بقول لك ايه؟ سيبك مني انا. انا خدت على الفرشة ليه؟ المهم انت اللي جديد لسه. قوم قوم قوم. روق روق وربنا هيفرجها. هتنزلي معايا يا ماما؟ لا انا لازم اروح اقعد مع بابي شويه. لما تخلص هتجيلي؟ اه. اوكي. بحبك اكتر حاجه في الدنيا دي كلها. اكتر من بابي؟ وكتير بس ما تقولوش. سيبك في البيت. يا حبيب قلبي يا ابو الاسرار يا جميل. بحبك. يلا بقى نط اجري اعمل اي حاجه. فكرة يا حبيبتي انا ابتديت اغير من علي. حاسس ان انت بتقضي معاه كل الوقت وسايباني. طب اخليك تغير اكتر. انا مش بلاقي نفسي الا معاه. شاكرين قوي قوي قوي. ربنا يهنيكم بعض يا ستي ويخليني ولو شويه كده زي علي. حاول. بقول لك ايه، ما تبقيش تمشي في الشمس كتير عشان بشرتك بتتاثر. انت لسه قايل ان انا اجمل واحده في الكون. ما بتفكريش عد عليا في العياده شويه؟ لا مش هجيلك خالص. اسمعي كلامي بس تاتش بسيط كده هتشوفي الفرق. يا سيدي احنا كده مش خالصين. انت عارف اجمل ما في الانسان ايه؟ ده طول ما انت متصالح مع نفسك وراضي عن نفسك وبتعرف تحب كله هيطلع على وشك. افهم كده ان انت مش راضي عن نفسك؟ مش عارف. زمان لما كنت مذيعة صغيرة وبسيطة كنت بحس ان انا مبسوطة وسعيدة اكتر من دلوقتي. لما نجحت ما بقتش مرتاحة. غريبة مع ان المفروض العكس. هو ساعات النجاح ده هو بيبقى له تمن كبير جدا ومرات تتنازل عشان تحافظ عليه. عارفة مين كلمني النهاردة؟ غريب بدران. ليه؟ معرفش حاسس انه قلقان كده لا يحصل له مشاكل في الشغل. ضروري مخبي حاجه يا اسد. يا حبيبتي ما تحكميش على الناس غيابي كده، اديله فرصه. انت عارفه عاده اهم حاجه في شغل البني ادم بتبقى سمعته. لا اوعى يكون سامي ملا دماغه. انا ما بمشيش ورا كلام حد لقاء وانت عارفه كويس قوي. يوم ما افكر ان شاء الله لحظه مره في المستقبل يعني ان انا اشتغل مع غريب ده ولا واحد زيه ولازم اسال عنه كويس قوي عشان اتاكد 100% انه انسان محترم. والله العظيم انك انت حبيب قلبي. والله حبيب قلبي. طيب ازيك يا بنت خالتي؟ يا ترى فاكراني ولا لا؟ اذا كنت انت افتكرت يا سامي مش هفتكر انا؟ والله يا مشاغل يا هدى. طب تصدقي بالله؟ لا اله الا الله. انا ما بروحش بيتنا غير عشان النوم بس وساعات ما بروحش خالص. وتروح ليه؟ هو انت عندك عيل ولا تايل ولا حتى واحده ست في البيت؟ الله 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 جرايه يا بنت خالتي. انت ليه واخدانا على الحامي والبارد كده وسنه سكاكينك عليا؟ طب اقدري ان انا اضيفك يا هدى؟ قولي لي اتفضل حد. اتفضل. زيد اتفضل. انت يعني من امتى كنت بتزورني؟
بالله كده يا بنت الناس خليني اعرف اقول لك الكلمتين اللي جابوني. قول كده بقى، قول انك جاي علشان خاطر مصلحه. نعم. ما هو مش معقول تكون جاي تواسيني في جوزي اللي اتحبس. لخص بقى علشان انا اللي فاهم كفايه. وماله نلخص، بس مش نقفل الباب عشان كلامنا ما يتنطورش كده ولا كده. انا مفيش حاجه مخبيها، وبعدين انا مقدرش اقفل الباب وجوزي مش موجود وفي راجل معايا. ماشي يا وطن، زي ما تحبي براحتك. شوفي بقى، الراجل صاحب الشركه اللي جوزي بيشتغل عنده حبيبي. قول كده بقى، عشان كده لقاء هانم بلغت عننا. لا لا لا، لقاء ملهاش علاقه بالموضوع ده خالص، وارجوك تبعدي عنها ومالكيش دعوه بيها، لانها ممكن تعمل لك بروباجندا على الفاضي وفي الاخر هتطلعي من غير فايده. وانت بقى اللي هتخليني اطول اللي انا عايزاه. والله لو فتحت بخك وعرفت مصلحتك فين هخليكي تعيش عيشه الملوك وتلعبي بالفلوس لعب. صاحبك بعتك ترشيني يا سامي؟ وبعدين بقى في الكلام اللي يخسر ده، انا مش ممكن ابيع جوزي بالفلوس. يا بنتي جوزك في السجن واللي حصل حصل، ولو فضل راكب دماغه هياخد اعدام وانت مش هتطولي حاجه. واذا فتحنا بقى مخنا زي ما صاحبك عايز، اهو ده بقى الكلام. ساعتها بقى هنغير كلامنا والحكايه كلها هنشيلها للواد اللي مات. وعلاء جوزي هنقف جنبه طبعا، والحكايه كلها هتبقى خناقه بين اتنين اصحاب، وعلاء في النهايه هياخد له ما بين سنتين لخمس سنين سجن بالكتير. انتوا فاكريني عبيطه ولا ايه يا سامي؟ ده انتوا مشيلينه ويجي 100 مصيبه، هتشيلوهم ازاي؟ ده شغلنا احنا بقى. ها قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله. لو كان علاء جوزي بيقبل الاتفاقات اللي زي دي ما كانش حصل اللي حصل. انا بقى ما اقبلش على علاء شهر، مش خمس سنين. اعقلي يا بنت الناس، فكري في نفسك شويه. انا ليه يا ربنا؟ اخرج انت منها. انا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. عارف يا سامي، انت لو قلت لي روحي البحر هتلاقيه مليان، هروح الاقيه فاضي. لو كان صاحبك مش خايف من علاء جوزي ما كنتش جيت هنا على ملا وشك. عموما يا هدى راجع نفسك. بقول لك ايه، انا اللي عندي قلته، ويا ريت تتفضل مع السلامه. بتطرديني يا هدى؟ ايوه بطردك، ولو جيت هنا تاني انا هصوت ولم عليك الدنيا كلها. اخرج بره. الخبطه اللي في دماغك دي مش دليل على اي حاجه. جايز جدا انك تكوني افتعلتها عشان تبعد الشبهه عن نفسك، وجايز تكون حصلت اثناء مقاومه المجني عليه. الطبيب الشرعي هو اللي هيحدد ساعتك. انا بكلمك من خلال خبرتي. القصه اللي انت بتقولها دي محدش يصدقها. احسن لك قول الحقيقه وخلص نفسك. يا فندم انا ما قلتش غير الحقيقه، ولو مش مصدقيني اعملوا تفتيش مفاجئ على مخازن الشركه ومعاملها. اكيد اكيد هتلاقوا دليل على كلامي. مفيش اي دليل على كلامك. تقارير المعامل اثبتت ان منتجات الشركه خاليه تماما من اي مواد ضاره. كلها تقارير مزوره. يعني كل الناس دي كدابين ومزورين وانت بس اللي ملاك؟ ما هو يا اما زوروها يا اما قدموا منتجات سليمه. المنتج اللي بقول عليه لحضرتك لسه ما نزلش السوق. صدقني يا فندم المواد المستخدمه فيه ممكن تسبب السرطان. لا ده لسه بتنكر انك قتلت زميلك؟ ما قتلتوش والله العظيم ما قتلتوش. التقارير اللي قدمتها الشركه بتقول ان منتجاتها سليمه 100%. كل الكلام ده كده كلها تقارير مزوره. حد يصدقني يا عالم، حققوا في الموضوع بنفسكم. تحت امرك يا باشا. عملت كل اللي قلت لك عليه؟ كله تمام يا باشا. الشوشره دي مش في مصلحتنا، البلد كلها بتتكلم. يا فندم مش هيقدروا يثبتوا اي حاجه. المبيعات ابتدت تنزل. الواد ده مش لازم يتكلم تاني. اظن كده مفيش اي حرج ونقدر نسجل معاه. لازم الاول نسجل مع غريب بدران. غريب بدران؟ علشان نعرض كل وجهات النظر. مظبوط يا استاذ، هي ما بتتلعبش غير كده. احنا كده مش هنزعل حد وتبقى خبطه تجنن. طيب ممكن ادخل؟ اتفضلي. احنا لا نقدر نقفل الباب في وش ضيف ولا نطرده. يا هدى انا ما طردتكيش، انت اللي ما قدرتيش تسمعيني. كنت هتقولي ايه يعني؟ ممكن اخش واتفاهم معاكي؟ اتفضلي. قلت لي مين حضرتك؟ غادة حسين. اهلا وسهلا. قناة ايه؟
دي ان تي. برنامج ايه يا سماح؟ لقاء على الهواء. على فكرة أنا من أشد المعجبين بالقناة دي، وخصوصا برنامج مدام لقاء. طبعا طبعا ما عنديش أي مانع، حاجة في الميعاد بالظبط إن شاء الله. مع السلامة. عرفت بقى إن اللقاء ما تنساش؟ واضح إنها بتحب شغلها قوي. على فكرة أنا عمري ما احتجت لتحسين صورتي زي ما أنا محتاج اليومين دول. عندك حق يا غريبي. يا بنتي انت جرالك ايه؟ اعمل كده ليه؟ انت مش عارفاني هدى ولا ايه؟ بصي يا لقاء، جايز تكوني ما بلغتيش، وجايز البوليس يكون مراقبني او وصلوا لنا باي طريقه، بس تقدري تقولي لي بقى عملتي ايه عشان تساعدينا؟ طب انا ممكن اعمل ايه؟ هو في اقوى من التلفزيون؟ صحيح احنا ما معناش فلوس كتير زيكم، انما احنا مش جهله، بنفهم يمكن اكتر منكم كمان. انت ليه عاملاها فريقين طول الوقت؟ علشان هي كده. علاء كان عنده حق. معقولة هتضحي بمصالحك عشان خاطرها؟ أنا مش هضحي بمصلحتي لا عشانك ولا عشان أي حد، بس أنا مع الحق. ويا ريتها مصالحك لوحدك، أنت عارفة إن أخوكي بيشتغل معاه ومصاحبه كمان. يا حبيبتي أنت عارفة إن أنا مش موافقة على أي تصرف سامي بيعمله، وبجد أنا ماليش دعوة. ده جه هنا علشان يرشيني ويظلمني. أنا مش هظلمك، أنا عشان مصدقاكي جيت هنا. أنا مش فاهمة أنت عايزة تقولي إيه. عايزة أسجل مع علاء. بجد اللقاء صحيح؟ ايوه، عايزاكي تروحي تقولي له ويرتب افكاره، يعرف هو هيقول ايه عشان الناس تصدقه. وهتروحي امتى؟ كمان يومين ثلاثه. بس انا كده مش هلحق، الزياره لسه بدري قوي. لا لا، لازم تتصرفي وبسرعه. مش قلت لك هتتحل؟ قعدت تخاصمني وتتخانق معايا عشان بحبك وما اقدرش على بعدك. تقوم تبعد عني عشان اقرب لك يا عبيطه. عشان خاطري، عشان خاطري ما تعملش كده تاني. انا ما بستحملش الحاجات دي ابدا. ما هو بيني وبينك بقى، طول ما انت في بيت اهلك هتحصل مشاكل، عشان كده لازم نقصر عليهم ونتجوز باسرع ما يمكن. من غير خطوبه؟ وخطوبه ليه؟ هو احنا لسه هنتعرف على بعض ولا هنحوش ثمن الشقه؟ بس ازاي يا شريف، الناس تقول ايه؟ يبقى انت بقى مش ملهوفه عليا زي ما انا ملهوف عليكي. ده انا نفسي اغمض عينيا وافتحها لقاك جنبي. عشان كده لازم تنفذي الكلام اللي انا بقوله لك بالحرف الواحد، لازم نتجوز باسرع ما يمكن. عايزين نلتفت لمصالحنا بقى، ما احناش فاضيين. وبعدين خلي بالك لما اسمي يرتبط بيكم ابواب كتير قوي هتتفتح لنا. ولا انت بقى مش عايزانا نامن مستقبلنا؟ بقول لك ايه، تعالى في حته ثانيه. ليه؟ ما هنا كويس. في ناس هنا مش عايز اقعد معاهم. مين دول؟ دي مي اخت ماما. مين؟ دي مي اخت مرات بابا. ما انا احكي لك الحكايه كلها. بقى كده حضرتك جايبني هنا عشان تغيظها بيا؟ شش اسياح. ده انا غلطانه اني جيت معاك. يا اخي خلي عندك دم، بدل ما تقطع علاقتك مع راجل زي ده رايح تساهم بنت خالتك على جوزها. عيب يا لقاء، ما تنسيش ان انا اخوك الكبير. الكبير كبير باخلاقه وافعاله. انا عايز مصلحتها، مش احسن ما تخرج من المولد بلا حمص؟ يعني يبقى موت وخراب ديار. انا مش فاهماك ولا عمرك هتفهمي حاجه. ما تتكلم يا استاذ اسعد. اتكلم اقول ايه يا اخويا؟ انا مالي انت واختك وغريب؟ انا شخصيا ماليش مصلحه. منين حذرتني منه وعمالة تتخانق معايا لحد النهارده؟ ومنين عايزه تستضيفيه في البرنامج؟ عشان حق، وزي ما هسجل مع علاء لازم اسجل معاه. ولزومه ايه من اصله يا بنت الناس؟ ما نبعد عن الشر ونغني له. انت شايف المنطق؟ والحقيقه انا ليا رايي، بس ما تزعلوش مني انتوا الاثنين. انا قعدت مع الراجل ده كذا مره، بصراحه ما لاحظتش اي حاجه عليه. هتلاحظ ايه؟ هو اللي بيعمل جريمه بيعلن عنها. انا برضه مش صغير يعني، يعني لو كان في حاجه كده ولا كده اكيد كنت هاخد بالي. لا يا حبيبي، انت صنف تاني من الرجاله، انت راجل عندك مبادئ واخلاقيات وذوق. ما هو عشان بقى المبادئ والاخلاقيات دي المفروض ان احنا نستنى لما القضاء يقول كلمته. الراجل لسه قدام النيابه. ومش معقول برضه عشان فقره في البرنامج بتاعك تغامر بمصالحنا. ايه مصالحكم دي؟ لا هو مش كده مصالح ايه، هو بس الولد انا بتهيألي انه كذاب. ما هو مش معقول يكونوا يعني بتبلوا عليه في كل حاجه، مش منطقي يعني. ولعلمك بقى غريب ده راجل مفيش زيه. يا شيخ روح كده انت كمان. انا بس خايف من حاجه، انا خايف عليكي، لان لو عرفوا ان هو قريبك هيبقى موقفك محرج جدا. يعني ايه؟ يعني غريب مش هيسكت، وهتفتكر ان هو بطوله. ده وراه وحوش، حيتان كبيره ممكن تبلعك وتبلع اللي يتشدد لك كمان. انا ما بخافش من اي حد في الدنيا طول ما معايا حق. يا شيخة بطلي هبل بقى وخلينا نشوف حالنا. انت فاكر نفسك مين؟ انا عارفه نفسي كويس، مالكش دعوه بيا يا اخي. وبعدين ما تتكلم يا اسعد،
يتكلم يقول ايه؟ عايزه يقول ايه يعني؟ اقول ايه انا؟ اصل كان فيه من فتره كده كنت هعمل شغل معاه، بس طبعا لما حصلت المشكله دي الحمد لله انهيت كل شيء. برافو عليك يا حبيبي، اتعلم منه شويه، افهم. استاذ خالد. نانسي، اهلا يا نانسي. كنت عايزة أعرض على حضرتك بس كده موضوع برنامج جديد. يعني أنا مكتبي على فكرة هنا في نفس المبنى نانسي، مش محتاجة حد يديك العنوان. هو مش طايقني كده ليه؟ هو أنا كنت مرات أبوه ولا إيه؟ سيبك منه، قولي لي إيه الأخبار؟ ولا حاجة، غريب لسه واصل دلوقتي وزمانهم بيجهزوا للتسجيل. أنا عاوزك تحطي عيني كويس قوي على الموضوع ده، عشان أنا حاسس إن اللقاء بتلعب لعبة كده مش مظبوطة. أحسن، خليها تيجي على دماغها. طب ما هتيجي على دماغنا إحنا كمان. لا يا حبيبي وأنا مالي، كل واحدة هنا مسؤولة عن برنامجها. أنا بتكلم على القناة ككل. مش هما اللي نافخينها وطالعين بيها في السما؟ خليهم بقى يشربوا. اصبري شوية، الوضع ده مش هيستمر كتير. أنا ما بقتش أصدق كلامك. يا نانسي، اللقاء دي أصلها وتد هنا في المحطة، وخلعها مش هيكون بالسهولة اللي أنت فاكراها. انا ما بتكلمش على كده وبس. امال بتتكلمي عن ايه تاني؟ انت بتتقل عليا ولا ايه؟ الناس كلها اخده بالها مننا. يا للدرجه دي انا باين عليا؟ وعليا انا كمان. لا بس كنت مستني اشوف علامات الرضا بعينيكي. اديك شفت اهو، ولا عايزني احلف لك عشان تصدقني؟ يا اخي انا مش منبه عليك قبل كده. يا حبيبي ده شغل، يعني حاجه مستحيل تستخبى. يا سلام، وانت جاي بقى في عز ما هي شكة وعايز تقول لها. وانت ليه تسمح لها اساسا تتدخل في شغل؟ انت مالك يا اخي، انا هنقي الوقت المناسب واقول لها فيه. انت حر، بس انا بقى مش مقتنع بالكلام ده. طبعا، ما انت لو كنت اتجوزت ولا حتى عرفت في حياتك مرة واحدة ست ما كنتش قلت الكلام اللي بتقوله ده. شوف يا عزيزي، الراجل اللي في السجن ده مشكلته هتخلص بعد كده، الأستاذ غريب هيطلع براءة قدام كل الناس، أنا بقى ساعتها هقعد معاها وخليها تقتنع. مش لو غريب عدى من تحت إيديها؟ ما تخافش على غريب، ده يفوت في الحديد. ربنا يستر. أو زمانه بيسجل معاها دلوقتي. أنا مش هنا عشان أدافع عن الشركة ولا بعمل إعلان لمنتجاتنا. إحنا الحمد لله الواحد يمسك الخشب، إنتاجنا بيزيد كل يوم عن التاني، ومبيعاتنا حاصلة على أعلى الشهادات العالمية للجودة. بس حضرتك بتفسر بإيه اتهامات علاء عبد الحافظ؟ دي أفسرها لحاجتين اتنين. بعض الشباب بيبقوا مستعجلين النجاح، بيبقاش عندهم صبر إنهم يتعبوا ويتكافحوا زي ما احنا عملنا في حياتنا. طب يعني خلينا نقولها بصراحة، يعني في حالة انحراف عشان الفلوس. بالظبط كده يا مدام لقاء. وأنا مش فاهم ليه، يعني أنا مثلا ما هوش عيب في بداية حياتي اشتغلت جرسون في مطعم في باريس. نفسنا نسمع بس ما فيش وقت في البرنامج، يعني خلينا في السبب التاني إذا سمحت. السبب التاني معروف، المنافسة طبعا. شركات كتير منافسة لينا في السوق، بعضهم مع الأسف ما بيحاولش يحسن من مستواه، إنما يحاول يشوه الآخرين. يعني أعتبر إن ده اتهام لعلاء إنه بيعمل لصالح جهة أخرى؟ لا، أنا ما أقدرش أتهمه بأي حاجة، حتى لو اتهمته المتهم بريء حتى تثبت إذنته، ولا إيه؟ ها؟ طيب تعليق حضرتك ايه على شكاوي من بعض المواطنين اللي تعرضوا لمتاعب صحية بعد ما اشتروا منتجات الشركة؟ اطلاقا يا مدام لقاء، جبت الكلام ده منين؟ لا مؤاخذة، ما تسمحي لي، لا مفيش اي حد اشتكى من منتجاتنا اطلاقا. انا عندي ارقام محاضر يا فندم. ارقام ايه؟ محاضر، ارقام محاضر. استنى الصب يا مؤاخذة، الصب، وقف التصوير ده. استنى، ايه في ايه يا مدام لقاء؟ انت جايباني هنا عشان تحرجيني؟ يا استاذي افهمني بس، انا لازم ارد على الكلام اللي الناس بتقوله، لو ما ردتش هيفتكروني بجاملك، فعشان كده عايزك ترد، لازم اسالك. ارد؟
تقولي لي ارقام حاضر ارد ارد اقول ايه؟ اهدى وفكر ورد. اتفضل حضرتك استريح، لازم ترد. سيبني في حالي يا رامي، مش عايز اسمع منك ولا كلمه. انا لازم افهم، من ساعه ما كنت معايا في النادي سبتني وجريتي، بتصل بيك ما بتردش عليا. عشان كل ما افكر اسامحك وانسى اللي عملته بتوجه لي اهانه جديده. يا حبيبتي ما تقولش يا حبيبتي، انت مش فاهمه حاجه خالص. مش عايز افهم اي حاجه. هتفهمي غصب عنك، لاخد فيك رد السنه دي. اتفضل يا استاذ، هتقنعني ازاي انك ما كنتش جايبني عشان تغيظها؟ بصراحه خدتك عشان ابرئ نفسي قدامها. تبرئ نفسك من ايه؟ عشان ما تفتكرش ان انا لسه بحبها. هي دي بقى الحاجه المهمه اللي راحت منك ورجعت لي علشان تنساها بيا؟ لا يا دنيا، انا رجعت لك عشان انت الانسانه الوحيده اللي تفهمني وتريحني. انا عارف اني ضايقتك كتير، بس ماليش غيرك اتحملني. وانت بقى لسه بتحبها؟ منتهى الغباء الانسان يحب حد ما بيحبوش وكمان يتعذب عشان تحت، تبقى واقفه بخساره. تبقى لسه بتحبها؟ انا عارفاك، لما بتضحك تبقى تعبان من جواك. ساعديني يا دنيا، مش شايف حد يقدر يكمل معايا غيرك. وانا صرحتك بكل حاجه، مش عايزك تتخلي عني، وحقيقي انا مش عايز اكذب عليكي تاني. اسمحي لي بالرقصه دي. يلا يلا من هنا. ايه فين يا جماعه؟ ايه ده؟ قول لي بس واخدنا على فين. طيب ايه ده؟ حبيبتي حياتي، هو ايه اللي بيحصل؟ يا برودك يا اخي، لو طعني في مكان زي ده بقالك ساعه. انا اسف يا روح قلبي، بس ده غصب عني. العربية عملتها معايا وعطلت على الكوبري، وبعدين انا بتصل بيكي كذا مرة وانتي ما بترديش. ما انا كنت في الزفت البيت، ابويا عامل معايا قلق ما عملوش من وانا عندي 7 سنين، بس بصراحة المرة دي معاها. يعني ايه؟ يعني انا مش من بناتي، عايزني تيجي تطلبني. بس كده؟ طب ده انا كنت مستني ان انتي تقوليها لي من زمان، بس كنت خايف انك تفتكريني طمعان في فلوس ابوكي ولا حاجة. لا انا ما بفكرش في حاجة زي دي، لسبب واحد بس، سواء اللي عايز يتجوزني ده طمعان في فلوسي ولا مش طمعان في فلوسي، انا محدش ياخد مني حاجة الا بمزاجي. ودي اكتر حاجة عجباني في شخصيتك يا روح قلبي. طب لخص، هتعرف تروح تتكلم مع ابويا ولا هتقف تتخشب قدامه وماكنة الكلام هتبوظ ومش هتعرف تقول كلمة على بعضها؟ انا مش هرد عليكي، بس بكرة تشوفي لما اقعد معاه ايه اللي هيحصل. ما نبقى نشوف يا شملول. ايه ده؟ عصير؟ عصير ولا اشرب خمره زيك واخد بربنا. هي جت على دي؟ طب ما انت بتعملي بالك. هو كده بقى، انا مجنونه؟ عاجب ولا مش عاجب؟ خلاص يا ست خلاص عاجب، المهم ما تطلبيليش عصير زي. والله وهتطلع في التلفزيون يا ابو علاء، لا كده يا اخي انا مولع منطقه بحالها، لا حد عبرني ولا حد بصيلي. انت عارف هي جايه ليه؟ ده سؤال تساله برضه ابو زمل. سبوبه يا اخويا سبوبه، بس المره دي بقى ناويه تبيعك لجمهور الدش، وهتكسب لها قرشين حلوين وتشتهر اكتر ما هي مشهور. واحنا البضاعه مش كده؟ بيع في الاول وبيع في الاخر، ولما كفت غريمك تطب اللي معاه يشيل. يمين يطولني رقبتها. ما تستعجلش قوي كده، هيحصل هيحصل بقول لك، بس على الله تبقى قد الاول. انا هخسر ايه يعني اكتر من اللي خسرته؟ ولا تخسر حاجه، ديتها ايه؟ يومين ثلاثه في التاديب، وهو كده انت رايح رايح. بيعها قبل ما تبيعك. بقول لك ايه، بكره ان شاء الله بعد التفتيش هنا في العنبر الصبح، انا عندي تجدير في اوضه الضابط، قدام باب اوضه الضابط هكون قاعد مستنيك، وهكون محضر لك معايا معلقه مسنونه سلاح. انا عملت حسابكم انتوا الاثنين وما رضيتش ارد عليها باللي تستاهله، انما يظهر ان مدام ما تعرفش مين هو غريب بدران.
في حد في الدنيا ما يعرفش مين غريب بيبقى رن. انا عايزك بس تهدى عشان نعرف نتفاهم. نتفاهم على ايه يا اسحب؟ دي واحده جايباني تمرمطني، جايباني تحرجني. اجيبها يمين تجيبني شمال ماشي، اجيبها شمال تجيبني يمين ماشي، انما تجيب سيره المعلومات وسيره المحاضر ده بقى اللي مش ماشي. ازاي بس؟ ازاي لقاء تعمل كده؟ يعني الموضوع لسه في ايدنا، لسه في مونتاج وحاجات تانيه. مونتاج ايه بس يا اسعد؟ وتفتكر اللقاء هتوافق؟ والله بس سامي دي حاجه بتاعتها هي، توافق ما توافقش هي حره. بس انا بقى مش هفضل مستني لما تفضحني وتطلعني متهم قدام العالم كله وبعد كده هقال ان انا ظلموه. لا لا لا، الموضوع باذن الله مش هيوصل لغايه كده. يعني يوصل ما يوصلش انتوا حرين، المهم تفهموها انا مين واقدر اعمل ايه. طب اهدى بس يا غريب بيه واحنا بنتصرف. على فكره انا من بكره اقدر اجيب موافقه على قناه لحسابنا تبقى قناه غريب تقدم طبعا، واطلع انا اقول النشره وبعديها اغني اغنيه، نشره واغنيه، نشره واغنيه، اقول فيها اللي انا عايزه. الظاهر المدام فاهمه ان انا لسه من امبارح. لا ما حدش قال كده، بس على فكره مش ده الحل. ما هو لازم نقطع عرق ونسيح دمه. مصدر المعلومات بيتكلم ولسه هيتكلم. وانت من امتى بتتدخل في شغل؟ لا لا يا حبيبتي، الموضوع مش موضوع تدخل ولا حاجه يعني. الحكايه وما فيها ان الراجل واخد على خاطره. ما ياخد على خاطره؟ يعني ايه ما ياخد؟ يعني لما يكون في جريمه وفساد مش هطبطب على حد حتى لو كان غريب بتاعك ده. ومصالحنا، مصلحة اخوكي والشغل اللي ممكن يحصل بين جوزك وبين الراجل. نعم. في المستقبل يعني. قلتلي بقى. ودي حاجة عايزة اقولة، انت مالك صايحة في الراجل كده ليه؟ عملك ايه عشان تعديه بالشكل ده؟ انا لا بعادي حد ولا بجامل حد. لقاء انا مش عايزك بس تتعصبي، يعني الحكاية مش مجاملة ولا حاجة يعني. وفيها ايه لما تجامل؟ هي المجاملة عيب يعني؟ عيب عيب لما يبقى فيها فساد، لما واحد يخش السجن ظلم، لما يبقى فيها قتل، لما يبقى فيها تدمير صحة، ده كل ده عيب. وانت عارف ان انا مش ممكن اعمل حاجة زي دي حتى لو اخر يوم في عمري. دورت السجن ميرسي يا فندم. بصراحة يعني كنا نتمنى ان الساعة تقعدي معانا هنا. لا الا هنا، احنا ما نخدش يبقى قد كده. انا خصصت الساعة كل اتمنى بالمأمور، بس اطلب بعد الساعة بعد اذنك تكتبي لي كلمتين للاولاد بصوره مقبله يا سياده. عينيا عين حاضر. اتفضلي. ميرسي. شكرا. العمليه مزنقه قوي معانا. اتحرك يا مزبوط، مجبناش كلام اهو يا عم صول. اهو هنشرب سيجارتين انا وانت ونجيبك بالحب جانب. امسك حضرتك اهي، معاك كبريت ولا لا؟ خلي الكبريت معاك ولعني بقى من روحك. يلا حبيبتي نجاة، هاتوا المزبوط. مساء الخير يا نور لقاء. والله انا مش مصدق نفسي اني قابلتك النهارده. ربنا يخليك يا رب. على فكره انا كنت يلا يا جماعه اقعدوا هنا لو سمحتوا. بعد اذنك يا انا عايزاك تتكلم بطبيعتك براحتك، بس خد بالك من الفاظك. اتفضل. خليك باصص كده، ها؟ ما تلفش الناحيه الثانيه عشان وشك يبان. جاهزين يا مدام؟ اتفضل. علاء عبد الحافظ في ناس بتقول عليه مجرم وناس بتقول بريء، وان هو ضحية حيتان كبيرة قضوا عليه قبل ما يكشف سره، وانا جيت له النهاردة عشان اعرف الحقيقة. قولي علاء، ازاي ممكن نصدقك؟ لو احساسك صادق هتعرفي تفرقي ما بين الصدق والكذب. ازاي من غير ادلة؟ ما ينفعش، كل التحقيقات والبصمات والشهود كلهم، كل الحاجات دي بتدينك. انا بريء. بريء؟ اثبت للناس دي كلها اللي بتتفرج عليك انك انت بريء. لو كنت قادر اثبت ما كنتش بقيت هنا. طب الشركه اللي انت بتشتغل فيها بتتهمك كل الاتهامات دي على اي اساس؟ حتى لو قلت لك عمرك ما هتقفي جنبي، لان الناس اللي واقفه الناحيه التانيه ناس كبيره قوي زي حضرتك، مش بعيد.
مش بعيد يكون هم اللي بعتينك. انا ما حدش بيبعتني، قضيتك قضيه راي عام، زي ما تحديت الدنيا كلها اتحدى الناس اللي ضدك. الكلام سهل وانت بره، لكن وانت في السجن صعب، صعب قوي. طب اتكلم اتكلم، سكوتك ده بيدينك. يعني انت اللي قتلت؟ انت عايزه مني ايه؟ عايزه مني ايه؟ انت جايه هنا تتهميني؟ ولا ايه اللي بتاع ايدك ده؟ لو حد قرب مني هطير شويه رقبتها. سيبوه، خلي الكاميرا دايره. خليها دايره، الست اللي قدامكم دي نصابه. ايه على مضربك بالنار؟ سيبوه سيبوه، انا اللي هتفهم معاه. انا دلوقتي اللي هفرق قوانين وكلكم هتبقوا تحت امر. ولا جاي اتهمك، انا جاي اساعدك. قديمه شربتها قبل كده وحياتي كلها ضاعت، بس انا اللي غلطان. ايوه كان لازم اسكت زي غيري واكل عيش. الناس جالهم بقى سرطان، فشل كلوي، ان شاء الله يولعوا. يعني انت ما قتلتش حد؟ اقتل مين؟ انا ما يجيليش قتل مع فرخه. مستحلف لك اول ما اشوفك، لكن اول ما بقيت في ايدي والسلاح فوق رقبتك قدرت. ايوه ما قدرتش، ما قدرتش يا رقاء. وانت اللي بلغت عنك. والله ما بلغت عنك، والله العظيم ما بلغت عنك. حتى لو كنت انت اللي بلغت، انك لله، انك لله يا رقاء. انتي وكل انتي وكل اللي ظلموني. ما بلغتش عنك خالص، من فضلكوا محدش يجي ناحيته. منك لله، هو ده اللي انا عايزاه الحقيقه. نعم يا اختي، عاوز تتجوزي مين؟ انت بتسالني؟ يعني بذمتك ما خليتش البرمليل اللي انت مدحرجهم ورايا يسالوا عنه في كل حته؟ انت يا بنت هشام مزاجك مقرف قوي كده ليه؟ بقى واد هفه زينا يتجوز بنت غريب بدران؟ بقول لك يا بابا، انت مش عايز اتجوز وخلاص؟ هو ده بقى اللي دخل مزاجي. لا مدام دخل مزاجك خلاص يا عم الشاهد يا جامد، ماشي. يعني ده اللي انت عاوز تتجوزيه؟ ما هو ده اللي بنقوله من الصبح. طب يا بنت بالراحه، مش قوي كده على ابوكي. حاضر، خليه يقابلني وقت ما عاوز. لا 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 لا، مفيش كلام من ده، ده لازم تستقبله احسن استقبال وتحدد له ميعاد. ماشي يا شاهد، انا الاثنين من عندي قبل العندي، وانا هاجي معاه عشان ما تستفردش بيه لوحدك. لا يا حبيبتي، تعالي معايا اسفرك بيه. ده كلام يا شاه، ده انا حتى نفسي انت تيجي معايا. بس بعد اذنك يعني يا شاه، انا عاوز اقعد معاه 10 دقايق ربع ساعه لوحدينا، وبعدين انت تعالي اقعدي معانا. ليه؟ هتعمل فيه ايه؟ لا ولا حاجه يا شاه. يا بنتي افهمي، انت بنتي حبيبتي وانا عندي غيرك. الله، انا برضو مهما جاتني معلومات عنه، انا راجل وليا نظره في الراجل اللي قصادي. عاوز اختبر حبه ليكي قد ايه، عاوز اشوف دماغه ماشيه ازاي، وبعدين انت تدخلي ونشرب الشربات احنا الثلاثه ولولي. انا مش مصدقه نفسي، مش عارف امشي في اي مكان، ده حتى في التصوير بتعكس بشكل مختلف. وده بقى مضايقك؟ تفتكر في واحدة تتضايق من ناس معجبين بيها؟ على الله بقى ما تنسينيش. أنساك أنساك وأنت وشي استعد عليا، ده أنا هفضل مديونالك لآخر يوم في عمري. يعني لسه فاكرة اتفاقنا؟ طبعًا، وجاي أفكرك، بس في حاجة عايزة أحذرك منها. ابتدينا أهو من أولها. في اتنين صاحباتي عايزين يجولك، تبص يمين تبص شمال، خلي بالك انا ما احبش شريك. يا حبيبتي انا لحظه. الو، ايوه حبيبتي، ايه روحي، ايه امتى، ازاي ده حصل، معقوله؟ ها لا لا لا، قناه ايه اللي تروحيها؟ لا انت تفضلي عندك لغايه ما عربيه المستشفى تجيلك. يا حبيبتي لازم اعمل تشيك اب كامل واتاكد انك سليمه 100%. انا هسبقك على المستشفى، باي. اوعى لك روح كده ولا كده، دي المدام مراتي. هو الولد كان حماوتها فعلا يا استاذ خالد؟ بيقولوا كده.
وهي عامله ايه دلوقتي؟ والله اللي عرفته انها الحمد لله كويسه وما حصلهاش حاجه. ما حصلهاش حاجه ابدا؟ خربشتش حتى خربوش؟ نانسي انا لغايه دلوقتي ما شفتهاش، وادعي ربنا انها تكون بخير. يا رب يا استاذ خالد يا رب. وهي في حاجه بتاثر فيها دي؟ دي زي القطط بسبعة ارواح. يا جماعه والله العظيم انا كويسه وما فيهاش اي حاجه، خرجوني من هنا ورانا شغل كتير. مش مهم الشغل يا لقائي يتاجل. ما ينفعش يتاجل، الحلقه دي مهمه وهتقلب الدنيا. يا حبيبتي حاضر، استنى لغايه بكره وبعدين اخرجي واقلبي الدنيا زي ما انت عايزه. ما ينفعش يا اسعد. ازاي؟ ليه بس تقولوا له وتخضوه؟ هو اللي سمعنا بالصدفه. طمنيني انتي عامله ايه؟ لا حبيبي ولا اي حاجه، انا كويسه مش تعبانه. يعني انتي مش عيانه؟ لا حبيبي، ولا شفتك ابقى عيانه ازاي بقى؟ الو؟ اهلا معايا الوزير. اهلا يا فندم. ازاي الصحه؟ لا انا كويسه والله يا فندم. ميرسي. لا انا عارفه انشغال معاليك. تحت امرك. متشكرة قوي يا فندم، عجزة عن الشكر، مع السلامة. يا سيادة الوزير، شفت بقى قد إيه الناس كلها خايفة عليكي؟ اتأكدت بقى يا لقاء إن الناس كلها بتحبك؟ ما علشان كده بقى لازم نبقى قد المسؤولية. هي فين؟ بنتي، بنتي حبيبتي، امشي بنتي. ما تتخضيش، ما تتخضيش. فيك إيه؟ طمنيني، طمنيني. والله العظيم ما في أي حاجة، أنتِ بس مين اللي قالك؟